ثلاثة بندر إن الدم ماشي بسرعة. فلو حصل ستيزيس حصل إيه؟ يعني إيه حصل ستيزيس؟ لو حصل ستيزيس يعني معناها سرعة الدم قلت. لو سرعة الدم قلت هيبدأ يحصل ستيربل فلو. إزاي بقى ستيزيس؟ ستيربل فلو أو ستيزيس إزاي فلو كبيرة بتنبض سهل. لو في عندنا ستيزيس يبقى ساعتها سرعة الدم قلت. يبقى هل في حاجة هابط من الخلايا هتبقى موجودة في السنتر؟ صح؟ مش في حاجة هابط. هو ده الفار لكن هاكواير هايبر فاجريتي مشهوره جدا
كان يعني واقف والناس واكتر ناس بيجي لهم الستات. عشر سبب الاكوايرد هايبر كواجريتي، اي حاجه تزود الكواجريشن فاكتور. اكتر حاجه بتزود الكواجريشن فاكتور الاو سي بي، دي مكتوبه في الجسم مقرره عندهم. دي الخورة متناسبه البلز بتزود والحمل زيها بريجننسي، يعني بيزيد فيه هرمونات الحمل. الاو سي بي دي هرمونات الحمل ما يعرفش ليه حضراتكم. الاو سي بي بتعمل اكوايرد هايبر كواجريتي لانها بتزود افراز الكواجريشن فاكتور. ميلي والنقص السنسز اوف انترومتري والكلام ده كله. حضراتكم ده بيحصل في حالات مين؟ زياده الاستروجين تستروجين اللي هو في حالات ديس هايبر استروجين. ايه الكلام؟ في الناس اللي عندهم هايبر كواجريتي ستيت هو بوست اوبر، لان الستات بعد الولاده بالذات لو هي ولاده قيصريه في العمليه حضراتكم بيزيد عندهم البيتل ويزيد عندهم كمان الفايبريت. عشان كده لو ست حامل ولانها قيصريه ست حاجه ولانها عادي المفروض ان هي بعد الولاده الاولى تعمل ايه؟ بالفشل. لكن دي والده قيصريه بطنها مفتوح اللي هي بتتقوى في السنين تتخرج، فتيجي تقول لها بعد الولاده بعد على طول ما تقطع العمليه وتروح تيجي تقول لها امشي يا ولادي. معظم الاحيان دي داعي ليها ما لا وعدتش ليه وعدتش؟ يحسدوك في واحده عامله عمليه يقول لك امشي، يقول لك مش ماشي، انا تعبها امشي يا ولدي مش ماشي. ننفع نديها انتي بايرت ليه؟ ده احنا ممكن ندي انتي بايرت في يوم تمرنش ده اللي بيطلع في البنت بتاع العين بتاع البتاع ده ما ينفعش ما ينفعش. بس ساعتها نعمل ايه؟ نمشي على تروح تصوت اصوات عنيف جدا وبعد كده تمشي. اقدر ما ينفعش تمشي. ليه ما ينفعش تمشي؟ اقدر مشلومه، اقدر عندها رجل مقطوعه او عندها مشكله. ساعتها نديها لو موليكولار ويك انت بتهبل حاجه اسمها تريكزان مفهوم مش تفاهه. لو سبتها هيحصل لها ترومبوزس، يبقى عندها ترومبوزس لان عندها دوبل اكسبوزر فاكتور، عندها ستيزس اوريدي زاد عندها كمان التيكن وزاد الفايبريشن والكلام ده كله. هيجي لها هيجي لها. ستات بعد الولاده القيصريه بالذات لازم يتفشل. لو رحت المستشفيات حد عندها عرفت فيها ست بعد العمليه دايما العبيط بيلبسها ماسكها وعماله يمشيها كده في الطرق. لو ما مشيتش هيجي لها ثرومبوزس. فاكرين مع بعض؟ الكوز اوف ثرومبوزس كاتيجري ايه؟ عمرها ما هتيجي اكونت على بعض. فهيجي يقول لك يس ايه الكوز اوف ثرومبوزس؟ يا سلام تقول له ده الكاوت رايت في ثلاث مجموعات لان في ثلاث لا السيرفكس اوف ثلاث دوك جينز وسيرفكس لا هايبر فايبريتي ستيت اللي هي ريتابل مفهومه؟ كيس المقرر عليك عشان احلها لان انا حللهم في الورق اللي هو الجمهور. واحده ست عندها 12 بنت والست دي كانت بتاخد او سي بي خلاص خليت 12 عاد لك اول اوف ذا سادن الكف بتاعتها احمر وزهر شويتين وبدا هي يحصل لها الكف بتاعتها بدا حمرا وسخنه وبتوجعها وكبار بشخصيه بنميشه. بعديها الست دي لو دخلت تعمل عملية فيها كوليسيستكتومي ده بوست اوبر وبعد كده خرجت من العملية والكف بتاعتها حمرا وسخنة وبتوجعها وقول اوف ذا سادن بدأ يحصل لها كونجيشن بدأت مش عارفة تاخد نفسها ايفولفينج انتو ده مات بقى حمرا. وأول سؤال واتس دور دايجنوستيك؟
دي عباره عن دي فينا ثرومبوزس عملت ماسيف بالبولر امبوليزم اللي هو بيتكمل بعد كده هيقول لك لقينا فيها امبوليزم. ده تشخيص الكونديشن او الاكسبوزيف فاكتور في هذه الست اللي خلاها يحصل لها ثرومبوز. واحد كان بيتاخد او سي بي مش هنا في او سي بي. اثنين كانت تخينه ثلاثه عملت عمليه وبعد العمليه ما اتحركتش فبالتالي دخلت فين؟ ثرومبوز. مفهوم؟ كده اي ست بعد العمل اي حاجه بعد العمليه لازم تتحرك. في ممرضات بره في الليزا واحد او مشدود يتحرك خلاص. حاكي السؤال يا دكتور. كده دكتور لان عمرنا ما هنجيب السؤال الفضلي الميكانيزم اوف ثرومبوز. عارفين الميكانيزم اوف ثرومبوز؟ خدوا الكواجيليشن دي درسوا نفس الخطوات اللي بيحصل فيها كومن
الاكثر اللي يقصده اكثر عادي بتكلود، لكن صعب ان هي تعمل لنا ايكوليزم، صعب ان هي تفهمنيش. لكن اللي مكتوب هنا او الملف اللي هيحصل في المبنى مكتوبه في اللي بعديه على الاكثر كومباين كبرى ريت ريت. لان بقى اللي هيجي لك ريت سؤال اكونت وهي تعريف كيس الفينس سرومباين. الفينس سرومباين كومن ولا ريت؟ It's extremely common. ليه؟ لسببين. النمبر 1 بالمقارنه بالارض اللي احنا قلنا فيه ريه سرعه الدم سريع ولا بطيء؟ سريع وصح ان هو يقف في نفس السرير. 2 بالمقارنه بالارض سريع في الارض هنا بطيء خلينا نقصد الوول بتاع البيت بالمقارنه بالارض حضرات مين الوول بتاعه رفيع من سهل العرض اللي هي البيت البيت عارف دلوقتي ان ده ارتيريا كومباي مش كومن دي مش كومن لان سرعه الدم عاليه والوول تاني. طيب الفين فيري كومن عشان فيري كومن نجيبها لك كيس وعليك سؤال في الامتحان. الفينا كومباي فيري كومن لان سرعه الدم بطيئه مسال الهضام. نمبر 2 الوول ضعيف مسال الامتيريا بيتعوض لان الفينا كومباي نوعين لا اما حضرتك طبعا هي بتكلود اليومن وسهل ان هي تيمبورايز في الكيس اللي عندكم بتاع الست اللي قلت لكم مات لان هي نوعين لا اما ترومبو فيليبايتس لا اما فيليبو ترومبوس. لا اما ايه؟ ترومبو فيليبايتس لا اما فيليبو ترومبوس. لو عرفت معنى الكلمه هتعرف كل حاجه. اول نوع اسمه ترومبو فيليبايتس. يعني ايه ترومبو؟ ترومبوس ترومبو فليب يعني ايه فليب؟ فليب ايه الحلاوه دي؟ بقيت شاطرين خالص. فليب يعني ايه؟ يعني ايه عكس؟ يبقى يعني ايه ترومبو في البايتس؟ اسم ترومبوز انشيت باي انفلاميشن اوف فين. يعني السبب هنا انفلاميشن اوف فين. لان حضرتك الترومبو في البايتس نوعين. نمبر 1 ممكن تبقى سيبتك. يعني ايه سيبتك؟ يعني اللي عمل الانفلاميشن اوف فين سيبتك باكتيريا. تعرف ايه سيبتك؟ يعني بايجين يعني بيبقى جينيتك انزايمز. حضرتك في البيت رينج اكيوت سابيريشن واحد ده ست واحد عيل بني ادم عنده اكيوت فيوس سابيريتك انزايمز الصديق مش هيوصل للفينز بتاع الابيتكس فهيعور الانفلاميشن هتتكون الضربه جوه البين وتسد البين ساعتها عشان هي سابتك كنت تفرجمنت تعمل لنا ست بولايت بنسميها باين. بس الباين هنا اي نوع من الباين؟ بورتس اللي بتعمل بايبك ابسيسيس في الليفر مش مهم. لا اما سبتك ودي بتحصل بسبتك بكتيريا سبتك كونديشن بتريد هذا الفيلم. لا اما اسيد ولازم الانفلاميشن تبقى سبب البكتيريا ممكن حاجه اسيد البكتيريا زي الراديشن. اشهر حته بيحصل فيها ديس اسيبتك ثرومبوفليبايتس راديشن البريست. واحده ست عندها سرطان سالب يجي على طول راديشن. راديشن يعمل ايه الاكسلري بيه؟ ثرومبوز يعور الاندوثيليوم فدي تلاقي دراعها في لحظه بقى اقل كده. دي لازم ساعتها تشيل الضغط لو ما شلتهاش ممكن ضغط تشوفوا نفس ان ممكن دراعها تبوس بقى في البيت. فاهمين اللي انا اقصده؟ لحد دلوقتي دايما الستات بعد عمليات الماستكتومي دراعهم بيورق. حد يعرف؟ في سببين في بوظه للفرق. في سبب السن ايه كان؟ لان ممكن النوع الثاني انواع الترومبوز يسموه فيليبو ترومبوز. يعني ايه ترومبوز؟ ترومبوز يبقى دي معناها ترومبوز انشيت باي فاكتور اذر ذان الانفليكشن. حاجه مش بسبب انفليكشن. زي اشهر اكزامبل على الكلام ده هو بيحصل في الفيت والكاع. عارفين الفيت والكاع؟ ترومبوز في الفيت بتاع الفيت والكاع. العيانين اللي عندهم ستينز اللي هم مين؟ بعد العمليه او عندهم رايت سايد هارت كومبريشن اوف ذا فين اجينست ذا ماتريس. تعرف يعني ماتريس؟ مرتبه اللي هي دايما بعد العمليات او العيانين اللي عندهم هارت فين. في الفيميل والبلبيك افتر ليبر لان بيزيد عندهم البليتت والستيزس. بعد شويه يكون عايز يبقى
الفينات ترومباي كاتيجوري. الفينات ترومباي فيري كومن لدرجه ان الناس بتقرا عليها. هي فينات ترومباي. الفينات ترومباي نوعين. لا في هيب ترومبوزس لا ترومبو فيليبايتس. ترومبو فيليبايتس سبب الترومبوزس انفلاميشن اوف فين. والانفلاميشن نوعين. لو سيبتك هيعمل سيبتك ترومبو فيليبايتس. اسيبتك اسيبتك ترومبو فيليبايتس. حضرتك والفليبتون تروبوز سبب تاني غير الانفلاميشن غير البكتيريا. والاكزامبل اللي احنا بنقولها اهم اكزامبل تعرفه هو الستات بعد الولاد بياخدوا او سي بي كانها ولاد عمل عمليه ثانيه فده بيزود البليتد بيعمل لها مور ريسبيلتي مور فاليج. تسال الدكتور ولا طبعا. ايه كمان؟ طبعا حكايه اسيمبتوماتيك ديب ليج فيتس ممكن تحصل ومحدش دريان بحاجه. بس السنه دي جابوا في الجنرال امتحان ثالثه كيس البار ما عرفوش حلو. لان الكيس اللي فرع عليهم هي الكمبوز. جابوا لهم كيس كمبوز وما عرفوش يعملوا لان هم ما لهمش بقى تعليمات تاني. قال لهم الفكار بقت حمرا وسخنه وبتوحي. بعدين لو حصل كمبوز يسال اكيد كونديشن. الكونديشن الافكتيش بقى عامل ازاي؟ ريد وسول واكيد يوجع بسبب الدراجون ستاز. حضراتكم لما يجي بقى اكزامبلز او يجيب حاجات تبين لك ان ده اسم الكترو كروموز ده بلاش على في معظم الاحيان الثرومبس بيكلود ارت ولا ايه؟
لان الترومبس مش كومن في الارتري، مش كومن في معظم الاحيان بتبلوت ايه؟ فلو عملت بلوجن للفين بس ساعتها الكونديشن اسمها ايه؟ كونديشن للفين صح؟ طب لو بلوت ارتري يبقى الكونديشن اسمها ايه؟ سكيو عليها ام سكيو الحته دي. ايه كمان؟ ممكن يحصل اورجنايزيشن بس ليه؟ احنا خدنا لفظ اورجنايزيشن وطلعته بالكيلو دي. يعني ايه اورجنايزيشن؟ الفرق بين كلمه وايت كلوزز لو في عين انفكشن حصل في التيشو مجال الماكروفيج نظافته فاضي احنا بادئين من الزيرو يبقى الكونديشن دي اسمها هيلينج بارك فايبرز. لكن لو بروسس او ديزيز سايب فايبر مش ورد ترومبس مش فايبر بتنزل الفيك والكلام ده هتبدا تمشي عليها فايبر بلوك ويبدا يتكون عليها جرانيشن تيشو فالجوش اسمها اورجانيشن. انا كان عندي ترومبس بلوني فيك وبدا فيها فايبر كانت عليها فايبر بلاست وحولتها لجرانيشن تيشو وجي عنده فايبرس تيشو فايبروزز بقى. يبقى حضرتك الترومبس دي اما تبقى اورجانيز هتكش ولا هتزيد؟ تزيد الصدام والفايبروزز يحصل فيه كونتراكشن هتكش. فما تكش يجي الاندوثيليا يروح مغطي وهي انكوربريت جوه وممكن تكالسيفاي كمان يبقى اليوم الفتح ما يفتحش. عشان كده سميناها اورجانيزيشن هو ما فتحش 100% بس فتح. بس هل فتح هنا عن طريق مين؟ حصل اورجانيزيشن فدي بيسموها اورجانيزيشن. ده فين حلو ولا وحش؟ رائع. لان الاورجانيزيشن ده هيفتح تاني. يبقى اول فيت وافكت واحد فراجمنتيشن هتموتها ان شاء الله. اثنين اوكلوجن في معظم الاحيان كونجيشن مش هتموتها لو اسكيميا ممكن. نمبر 3 اورجنايزيشن بس الاورجنايزيشن هتخش الكابيلر لوب الفايبر بلاست تعمل فايبروزس تخليها تكش وانكوربوريت جوه في الوول ممكن تكالسيفاي. ده الفيت اللي بعده او الافكت اللي بعده بس هو فين؟ از اورجانيزيشن اند كانلايزيشن. وات؟ هات اورجانيزيشن بس لكن دي اورجانيزيشن اند كانلايزيشن. ايه بقى اورجانيزيشن كانلايزيشن؟ مش انا قلت ان الاورجانيزيشن بيتكون كابيلاري لوب بيتكون ايه؟ جوه السرونجز. حضرتك ممكن تتكون الكابيلاري لوب او اتس فيري بس ممكن تتكون ازاي؟ تكون الكابيلاري لوب على شكل باي باس تشانل. تعرف ايه باي باس؟ يعني بتاخد الدم من قبل السده لبعد السده زي الصوره اللي قدامك ده في وهنا حصل فايبروزس بس فرصه الكابيلاري لوب مفتوحه على شكل شالينو وتاخد من قبل لبعد فبيسموا هايبر كونديشن اورجانيزيشن اند كونديشن. اتس اكستريملي رير بس السبب اللي هم شافوه ده ادى الى اختراع عظيم جدا في علم الاندوفاسكولار سيرجن اللي هو اختراع الاستيرويدز. تعرف الاستيرويد؟ الدعامه. تعرف الدعامه؟ حته بلاستيكات بيركبوها جوه الارض عشان تدخل الدم من قبل لبعد كتير قوي من اماكن مركبه وانتوا السبب على راكبه نزل استنت. انتوا يعني ايه اورجانيزيشن اند كانلايزيشن؟ يعني اتكونت كابيلاري لوب بتستخدم الدم من قبل لبعد كانك مسكت ترومبس ودخلت فيها شالين. لحد دلوقتي في كام فيت وافكت يا شكري؟ واحد فراجمنتيشن بعد كده اوكلوجن بعد كده اورجانيزيشن بس مش هتلاقيها اورجانيزيشن بس هي هتكش وهتفتح ليهم بقى اللي هي ليها اورجانيزيشن اريكاليزيشن هتفضل الكابيلاري لوب مفتوح عشان هي برضه تعدي الدم ودول حلوين دول فين؟ لان في حاجه ثانيه اسمها بروباجيشن. يعني ايه بروباجيشن؟ بسبب هذه البروباجيشن اللي هي واحد صاحبي دلوقتي هو زلاز عطس موت 10 بالعيالين فيهم في ليستا واحده. نورمالي العيال بعد العمليات عرضه شو عمليه؟ 10 عمليات بنعملها في العرض حاجه بيسموها الاسطبوط هي بتبقى كنا بنغير مفصل الفك الستات دايما دايما بتبقى ستات كتير
جسم لازم نغير لها المفصل. فانا وهو دخلنا في يوم عملت لها 10 حالات وهو عمل 10 حالات. فجالي بعديها 36 ساعه كان عندي لسه. قال لي الجامعه جايب العاملين بتوعك لسه عادي. اللي علمنا واحد يجي يشتغل ليه واحد لسه هذا اللي كان. هم عايشين. ان شاء الله في بعضهم بكره هنخش عشان طلعوا من المستشفى. اللي عجيبه يا جدعان. اقول له ايه؟ قال لي في 9 ماتوا عادي. قلت له اكيد الواد الثالث سيجن بتاعنا هو اللي ابتدى. يعني عادي مش مهم. انا دايما بفكر في بس. فقال لي كل شيء وارد في البلد اللي كان. قلت له هنطلع فوق ونستنى نتفش وهو بيبقى فاضي. طلعنا واحد طلع واحنا واقفين قعدنا مستنيين ما كانش مستنيين ساعتين ثلاثه كله بيسال بس بس عمل على مسمع ومرأة يعني لو عشت 100 مليون سنة مش هتسأل. قال لي شفت عملت لها حاجة؟ قلت له مفيش حاجة في الدنيا تعمل المنظر ده غير حاجة اسمها بروباجيت ان فرانس. قال يعني قلت له قبل ما اقول لك يعني دول اديتهم انتي كوعجلت بعد العملية؟ قال لي عبيط هنا عاملة عملية يا كوعجلة تجهل ولا لك الفرع؟ قلت له احسن ما تكون اولا انت كوعجلة لان احنا بنديه ما بندوش عمياني بنديه بداية بحاجة اسمها اي ان ار مش بنديها جلد شوية كده بخف الدفع مش كده فبالتالي ما عمرها ما تاني بس بنمنع الهايبر خليني انا بقول ايه بتراجعني في بس عشان ده بس فدركت هو العيانه دي العيانين دول ده ما اتفجر حلو العيانين دول طلعوا طلعوا من وقت العمليات ينفع يمشوا؟ ينفع؟ ليه؟ مركبه بتاعته شايفها لو قامت على رجلها المقص هيتفشخ ما ينفعش يبقى لازم يديها كبر هو ما اداهاش وهي نايمه على السرير في كومبريشن للبيت ماكس معايا؟ ناخد اوطى حته ونقول حصل ترومبس هنا شفت الترومبس دي؟ نرجع تاني كده فين كان سليم؟ الست بعد العمليه حصل ترومبس هنا في ترومبس حصلت فين؟ في اي حته من فين؟ حصل ترومبس شوف الحاجه الحمراء دي؟ دي ترومبس من اول هنا لحد الاكستريم الارضي يخرج برانش الفين ياخد مركز اتجاه الدم من البيت للديستال للبروكسي. تعرف المعلومات دي كلها الحمد لله. فحضرتك هنا حصل برومس. الدم كان ماشي من اول هنا لحد النكست ميل. دم ده سيركليتنج ولا ستاجنت؟ دم ده سيركليتنج ولا ستاجنت؟ كان الدم ماشي جاد. جاء حصل هنا ثرومبس من اول بقى هنا لحد هنا بالظبط الدم سيركليتنج ماشي ولا واقف؟ ماشي ولا ده بقى واقف فيحصل فيه كلوتنج لان كلمه ثرومبس لازم تبقى سيركليتنج بلاد كلمه كلوتنج الدم واقف يبقى اسمها كلوتنج يبقى ادي ثرومبس وهنا على طول هيروح داخل فيه كلوتنج كامل هتروح ايه؟ هيروح حاصل كلود خلاص بقى الغبوية كده حلوين بط بط بس كده حصل كلود حلو طيب الدم ده مش ترميت اللي مفتوح وهنا الدم بيمشي الجينس ديستريبيوتر لو الدم فيه ماشي العيان اديناها انت فاهمك عندها هايبر كاريابيليتي نايمه على السرير هيحصل في الحته دي الديس اري هيبدا يحصل ايه؟ ثرومبوز ما ينفعش اقول كلوتنج وسيركليتنج بلاد في تسميات لازم تعرفوها في اجريس النكست ريبيوتري هيحصل كلوتنج نعمله ادي كلوتنج حصل في الحته دي اهو حصل كلوتنج حلو من اول هنا
لحد هنا الاكسترا بيوتر الدم ايز هيحصل كلود اللي بعديه العيان خد كارديال اوبوزيت الاكسترا بيوتر هيحصل ثرومبوز لان اوبوزيت الدم ماشي هيحصل ثرومبوز وتتوالى البروسس ثرومبوز كلود ثرومبوز كلود هل بتيجي الالف في الرايت لانك وعشان كده اول ما بتخش انت كده هتعمل كده تروح لايه؟ صادق مثلا هوب ساكت دي اسمها بروباجيشن بروسس دي البروباجيشن بروسس وينش ادفانس اب كومبوز هل دوت تعرف ايه كلمه بيحصل فيه كومبوز وفين بروبلم دم ماشي ثرومبوز دم واد يبقى بروبلم مش شرح ده للحاجه دي غلاوه استاذ عبد دلوقتي قلت له اسمها بروباجيت ثرومبس ومالهاش تفسير في الطب غير كده قال لي يعني ايه بروباجيت ثرومبس؟ اول 10 فانت مش احسن منه والمساواه في الغباوه عادي بس في البروباجيت اللي ما عرفوهاش شفت اللي فاتت هو اللي انا بشرحها بيقول لك ايه؟ بروباجيشن وهي حاجه وحشه بس خلاص ايه كمان؟ اخر بيت انفكشن لو حصل ثرومبوزس وصل لها بكتيريا بتعمل انتراكتبل انفكشن لان دي كمان مثلا ثرومبوزس ممكن تبقى حضرتك عن بيت ولا انفكشن لحد دلوقتي ثاني تحت بيصدر ست ولا بس ايه؟ واحد لازم الاشاره اللي هتمشي الدور لازم واحد فراجمنتيشن دايما يعني يعمل ثرومب وليس بيعمل باين اثنين اوكلوجن على حسب عرضي وفين الفين ما يموتش العرض يجاوب ثلاثه اورجنايزيشن بس ها اورجانيزيشن اورجانيزيشن خمسه بروباجيشن سته انفكشن انا عارف الكتاب على مش فاكر انفكشن صح يلا حلوين طب في حاجه اسمها دي اي سي مش مكتوب عندكم مش مكتوب هي مش مكتوب اساسا الشغلانه دي دي اي سي دي بتموت 50% من العيانين ناس دي اي سي دي حاجه قاتله انت خدوها في مره خدوها؟ دي اي سي دي عنيفه جدا بس احنا مش مهم عندنا قوي. امبوليزم لسه في بريست كمان 10 فاكش ده بروبس مش فيها مش فيها تعمل بروبس وبعد كده خلص خلص لا لا مستحيل خلص مستحيل خلص خلص أول حاجة بنشوفها في الإمبوليزم ديفينيشن الإمبوليزم ديفينيشن بتاعه إيه؟ يعني إمبوليس؟ تعرفوا إن إمبوليس ليتر يعني حرفيًا لو فتحت أكسفورد تكست بوك ديكشنري قلت له كلمة إمبوليس يقول لك ليتر اللي معناها في الليلة إمبوليس يعني في الليلة تعرف إيه؟ الحاجة اللي بتكتب يعني الشمبانيا اللي بتكتب في الليلة الإمبوليس ليتر اللي في الليلة ولكن ساينتيفيك الامبلس هي اي انسولبل ماس سيركليتنج ان البلد اي حاجه غذائيه في الدم ماشيه في الدم بنسميها في الدم بنسميها امبلس الانفكشن اوف ذيس امبلس ان نارو فيزن ما تخيش اسمه امبوليزم امبوليزم لو تركتها حرفيا يبقى تفهم الامبلس كلمة امبلس أي حاجة في الدم ماشي في الدم بنسميها امبلس. الفاكشن أوف ذيس امبلس هو خيش زد اسمها امبلس. تبقى إيه صعوبة؟ لأن في حاجة بعد كده وده سؤال خازو ويجي معاك زي الفل لحد دلوقتي أشهر حاجة خدتها في الشابتر في الأوردر بتاعت أهم واحد فين هو فاكر اللي هيتزاق يليها بعد كده كوزس اوف دي ومع الثرومبوزيشن في سؤال هنا بيقول لي ايه؟ خزو لان انتوا ما عندكوش حاجه مهمه في الامبوليزم غير البلبولاري ثرومبوزيشن ده الكيس اللي عندكم تمام الكيس محطوط كل واحده جالها ثرومبوز وحصل لها بس البلبولاري ثرومبوزيشن حضراتكم بيجيب سؤال كده عشان يعرفوا ده اليه ولا مش اليه يقول لك تايبس اوف بلبولاري في نيومريت تايبس اوف بلبولاري يعني ايه نيومريت تايبس اوف بلبولاري؟ كل انواع الابراهيم واحنا بنقسم الابراهيم على حسب
حسب نوع المادة اللي ضيقة الدم حين يوجد الدم. بس هذه جدا الأشخاص. أول نوع ودي لازم حضرتك تبقى عارفها، دي أشهر نوع. حاجة بيسموها ثرومبو إمبولاي. حاجة اسمها إيه؟ يبقى إيه غير المادة اللي ضيقة الدم اللي ماشية الدم؟ ثرومبس. يا إما إسراجين عشان تخلص الكلام يا إما فراجمنتد ثرومبس. واضحة؟ بحرف الدي ثرومبو إمبولاي. نمشي بدي كمان. حاجة اسمها تيوبر إمبولاي. خدت تيوبر إمبولاي؟ اللي اتصل في حد؟ هيماتوجنز بلاد سبريد برميشن. ايه حاجة؟ تيوبر إمبولاي دي اللي بتكلم عليها في الدم. ايه كمان؟ بحرف الايه؟ الاير امبوليزم. تعرف الاير امبوليزم؟ هوا يوتيوب في الدم. على فكرة مش مشروح اقول الكلام ده مين يعني؟ انا عاوز تعرفوا السؤال ده جدا. يعني مريض تايبس اوف إمبولاي. الحرف الايه الثانيه امنيوتيك فلويد امبوليزم. تعرفوا امنيوتيك فلويد اللي هيخش في الدم؟ الامنيوتيك فلويد السائل اللي حوالين الفين يروح لسن كل 50 الف سن وجود اول الولاده ده هو فكروا ميه لو انا عايز ده بقى ضيق الميه بيعمل فيها بالبيت فيها شعر فيها عطر لو دخل كل هم واحد كل 50 الف واحد ده كامل ولا ليه؟ كامل لان في ملايين الستات بتولد كل يوم لكن بعد كده ما فيهاش يعملوا لهم حاجه. ايه كمان؟ بالك ليه؟ في حاجه بعد كده بحرف البي بارازيتك امبولاي. البلازيا اوفا الور بس بقى بارازيتك امبولاي. في بعد كده بحرف الاف انفات امبولاي. لو واحد اتكسر عنده مفصل فبيخش انفات ده بيموت برضه واحده ست ولعنا فيها بالذات في الحته الفاهي بيبدا يتكون زيت كده ممكن يخش اشهر سبب اسمه الفات هو البوليس فراكشر او البول او التوليع في واحده ست. ايه يا سكيوز يا ولد زعلان اخوان حضراتكم التايبس اوف امبولاي اللي انتوا سالتوا بقيت عشان تضرب اللي انت سمعتهم كلهم انا حضرتكم مش كويس كده ورا بعض كده كتاب بيشرح كل واحد كل واحده منهم بقول عنها كلمتين اللي ممكن يبقى لك الفات امبوليزم. الفات امبوليزم مهم اشهر سبب ده فراكشر بول او ستيتوس في الليفر او مولع في واحده ست. حضراتكم لكن اللي هنشرح منها وتهمنا في النظري ثرومبو امبوليزم. ثرومبو امبوليزم هنقسمها على حسب الخليج فين. فلو خليج في اللنج بابا مولر ثرومبو امبوليزم. خليج في الليفر ووتر. خليج في اي حته تسميها تستاهل. ولكن اللي عندنا منها كيس وهنشرحها بالتفصيل بس لا ثرومبو امبوليزم مش عاوز كل الكلام العكس ده لان دي الحتتين دول عشان فين. في حاجه اسمها بالمونري امبوليزم. البالمونري امبوليزم دي مهمه لان دي الكيس اللي عندنا الست اللي جالها ترومبس وبعد كده كانت في ماسك بالمونري ترومبس عشان اعمل ترومبس يخش في اللانج خايش في اللانج الاصلاح هي مين؟ السيستميك اورجن. حضرتك في مين اشهر اورجن اشهر فينز مبسوطه في خير البيت؟ سمع تاريخ دايما في معظم الاحيان بتروفايت جوينت دي نيك فينز هي الكاب فينز عشان كده بنسميها دي في دي دي فينا ثرومبوزس وده اختصار معترف بيه. يا ليها بعد كده في الايليك في البلفيك او جايه من الرايت سايد اوف ذا هارت ولكن اشهر حته دي في دي اطلع بقى بالفينز لحد ما توصل للرايت سايد لان البالمونر ثرومبو امبوليزم الايفكت الحته دي بيجي في بلاك راوند بتيجي اكسبلين في الكيس بقول لكم يا عم ده هو ازاي ايه المشكله يعني اما واحد واحده ست اللي هي واحده ست بعد ولاده بعد اي عمليه بعد اي حاجه تقطع حته من الترومس وتروح مخيشة في البالمونر فينس البالمونر ارتس اللي هي بتاعت الرايت سايد الضغط بالمونر ارتس بيعتمد الافكت على حسب حجم الثرومبو امبلس فلو كانت الثرومبو امبلس مسل بيج يعني مسل يعني بيج كبيره لو حد قال لك بيج صغير كبير تقول له يعني بيج يعني تقفل البي بالمونر ارتس عارفين الرايت سايد رايت فنتكت بيدي حاجه اسمها بالمونري فار لازم ترامب بالمونري فار بعد كده يتقسم للرايت وليفت
يعني تقفل المين بالمونري برام شخصين او one of its main branches يعني مين او شمال لان هي ولا قفلته شخصيا السكريشن ويت يعني مين بس لو هي مين يعني مين طب لو قفلت واحد من برانش في برانش ده شغال مش هيبقى شغال لو قفلت واحد اي ترومبس كده ماسك اللايت سبسال لو تكتب هتفرقع ويطلع منها السيروتونين السيروتونين هيشتغل على تاني يبقى في سي بي بعضه كويس ماشي يعني كانها برضه قفلت كلمه بينك يعني تقفل المين بالمونري ترانك او وان اوف اتس مين برانش وعنها توب سنت لان ممكن تبقى ميديم سايز يعني ميديم سايز يعني تقفل الميديم سايد بالمونري ارتر لو قفلت ميديم سايد بالمونري ارتر انت عارفين اللونج لها بابل سيركيليشن بتاخد من بالمونري ارتر وبتاخد من برونكيال ارتر يعني حاجه كده الجيم بتاع المفروض يطلع كده تاخد من البالمونري ارتر اللي هو جاي من الرايت تاخد من برونكيال اللي هو جاي من الليفت فانت قفلت اللي جاي من الرايت واللي جاي من الليفت سليم يعني ما عندوش ليفت فينتريكولار فيلير ما عندوش نون كونفيشن بس ساعتها كلوفر اه كان هيموت بعد ما تتصرف لان في احتمال تاني ان هي تبقى ميديم سايز يعني ايه ميديم سايز؟ تقفل ميديم سايز بالمرة لكن في كان خازو ان العيان ده كان عنده ليفت فينتريكولار فيلير عنده وايت ريسبيرس عنده لونج كونديشن يبقى كده معناه ان البرونكيال مش شغال فساعتها هيحصل لونج انفاركشن هل اللونج انفاركشن ده ولا تبقى اي حاجه لونج انفاركشن كلينيكالي العيان بيبدا يشتكي من درس اكتر من كده ما بقولش ولا حاجه لونج انفاركشن لازم كده لونج انفاركشن لونج انفاركشن ايه كمان لو هي سمول في معظم الاحيان سمول نو افكت ولا تعمل حاجه لكن لو هي ريبيتد سمول تعرف ايه سيرفر اكسوس كل شويه تبعت هتقفل معظم السمول بالمونري ارت فبالتالي هتودي الى بالمونري هايبر تنشن ده مش عارف عنده كويس فعادي مش كويس على الارت الايفكت اوف ذا بالمونري ترومبوليز بتجري حضرتك كبيره في الجبريل مره بقى جابوها في الجيش سالوا سؤال ايه دي بالمونري الوارد in the common phase of pulmonary thromboembolism. فالسؤال هل الناس اللي عندهم pulmonary infarction كانوا pulmonary infarction هل common يكونوا pulmonary sorry الناس اللي عندهم pulmonary thromboembolism هل common يكونوا pulmonary infarction ليه؟ عشان انت فاهمين البقر يقول لك عشان double circulation بيقفل الهامس ده لان هي الفيكو الانفكت خمسه يس المرمونه الانفكشن احتمال هل الورقه ده لا يقول لك هل ينفع يجي مرمونه الانفكشن اطلبه فوق الله ينفع مستحيل عشان يحصل مرمونه الانفكشن لازم يبقى البرونكيا مقفول يبقى ميديم سايد ما هو البرونكيا لو مقفول يبقى لا اما مايتر ستروس لا اما انت بتتكلم فيها فلازم اللانج ينتبه فيها لانج الاسئله بتاعت السبلين هيجيبوها لك هيجيبوها لك السبلين pulmonary infarction is not a common phase of pulmonary embolism thromboembolism ليه؟ روح رجعنا خمس اسباب من دون ما تسمع يجي يقول لك there is explain no infarction on top of normal one لان النوم بيلعب بابل بلاس ابلاد فعشان يحصل فيها انفارشن لازم يبقى بروكتر مقفول عشان بروكتر مقفول لازم يبقى تشوف تطبيق الكونديشن يعني ليفت سايد ارت كده او رايت نوعيه هذه الاسئله هل البالمونري انفارشن هل البالمونري انفارشن في كومن في اوف بالمونري ثرومبوليز نو ليه؟ نو بشكل مخ ارزع الخمس هل ممكن يحصل بالمونري انفارشن طب بروكتر مستحيل لان لازم يبقى بروكتر بارت اكون بعيد الحاجات دي السيستم الكلام ده بارادوكس اللي هشرحها بعد شويه في البكتيريال عمليات الفلويد امبوليزم عندكم لما بتفلتر الريت لما بتفلتر الريت بيحصل
ست واحد كل 50,000 واحده وست دكتور في سته وعمرنا ما نسالها لك في اي حاجه في شغلتنا قوي على مستوى الكلام. هدوك الاريا موليز؟ طيب. الاريا موليز من نوعين اسمها فوق خدمه سرجن. في حاجه اسمها شفتوا حد شاف عمليه جراحه المخ والاعصاب؟ اي عيان بجراحه المخ والاعصاب لما بيجي يعمل له عمليه بنعملها له وهو نايم على السرير ولا لازم يبقى وضعيه؟ يبقى وضعيه. عشان مخه ما يقعش. مخ مهلبيا. لو جيت عملت عيان وركبت حاله فاصله من فوق فلازم اسميته حتى كويس الحركه تبقى دقيقه. هي دي معناها الفيز اللي فوق راسه اسمها فريش اللي هو وصل النيجاتيف وصل النيجاتيف الفيز الاجابه نيجاتيف يعني القلب هو الصفر الفيز اللي فوق القلب نيجاتيف تحت القلب وصل الجراح هو بيعمل عور نيك او هيد فيز ساعتها ما يروحش تحت القلب ما يخش ساعتها يعمل ايه؟ يعني هو يعمل سبورت دماغه منزله تحت الركبه شويه الرجلاوي جدا القلعي وخيطها وبتاع. بيحصل كمان في حالات التشست انجن لو واحد خد تشست انجن ده واخد سهم ولا واخد مصيبه اهو في صدره يعني ساعتها ممكن تعور تشست فين تشست تروما وتوصل الهواء للرئه للفين. بتحصل كمان في حالات الكومبريشن دي كومبريشن سيكس كايسون ديزيز كل اللي تعرفه طب كايسون يعني ايه ولا ايه؟ اسم غواص يعني كل ما حد ينزل تحت الضغط يبقى عالي لما قالوا شو بيدوم قالوا له الحق امك ماتت لما انت مش بتدوم مره واحده بص الكايسون ديزيز دي غواص اللي بنوا بيها اساسات لما فراكش كانوا بينزلوها في عمق التايمز الناس نازلين زي الفل فكرانين واخر حاجه ينزلوا تحت اشتغلوا زي الفل وعمل الشغل بتاعهم. بعد كده هم ممكن يكونوا استعجلوا راحوا في الاتصال. يكونوا رافعينهم مره واحده. رافعوهم مره واحده. ده ضغط تحت العالي. وحصل دي كومبريشن بسرعه. بيحصل ايه؟ زي بالظبط ما بيحصل في ازازه الحاجه الساعه. لو انت ركبت في ازازه الحاجه الساعه حصل فيها ايه بعدين؟ بيتحول النيتروجين اللي موجود لانسولابل. فبيتبمر. فيفقدوا الوعي. بيجيلهم الام في العظم والمخ يجوا فاتحين لهم طلعوهم يفتحوا يكتشفوا ان كلهم ايه؟ وكررت الموضوع ده مش فاكر عايز ركاب ينزلوا عمال يشتغلوا يطلعوهم تلاقيهم ميتين يقول لك في لعنه كايسون راحوا مسافرين كايسون دي كلهم في البقر ولا كلمه مش فاهمين حاجه يا دي الكونجريشن دي فاتح البوليس ب 10 سوا لوك فراكشر او ستون فود في شباب في شباب ولع مش هنخش في التفاصيل. هل الناس برضه اللي بيضربوا حقن مش بيعملوا سكيلز دلوقتي المفروض سكيلز لما يجي حد بيضرب حقن بيبقى مليانه كده تكون الهواء لا انا اهم حقنة ان جاب الهواء ويجي لها عرض نفس الحاجة ولا انت طب اديها منين؟ ينفع حد يموت حقنة هواء صحيح عشان تبقى محتاجة شغل مخرج كويس بتاع 250 مللي اتعس حقنة بالسوق 20 مللي عشان كده اللي بيقول ان هتلر كان بيموت اليهود عن طريق ان هو بيديهم حقن هواء للرجال بيتدرب يعني عمره ما عمل كده خالص ازاي هيجيب حقن في 50 مللي؟ هتلر عمره ما موتهم بالطريقه دي هتلر كان بيجيبهم ودخلهم افران الرئه فيولع فيه لما يولع فيه بيستخدمهم كطاقه دي اللي بينزل كان بيدوبلكيت دي كانت زياده بقى فالانسان يعني الاسكيميا الاسكيميا كاتيجري ايه؟ دايما الاسكيميا هي نقص الاكيلر بلاتسم دايت بسبب اوكلوجن اوف ارض الاسكيميا نقسمها لاكيوت وكرونيك كلمه اكيوت معناها صادق كومبليت اوكلوجن اوف ارض وكرونيك يعني
جرادوال انكمبليت. على اكيوت اسكيميا دايما السبمنشن كده كوزيس. ايه اللي يعمل اكيوت اسكيميا؟ لو عاوز ست ابور بشكل كامل ومفاجئ بتبع نظريه اسمها نظريه صباح النحس. ايه اللي هيجي في اليوم وعارف يوزن ترومبس او انفس. حضراتكم ايه اللي ينفع يجي من بره سترانجليشن؟ تعرف سترانجليشن؟ اختلاق الامعاء دي بتشمل ثلاث امراض عند السبشن وولفرس وسترانجليت هيرن. مش هشرح الكلام ده دي ترعب. ده ممكن كمان يبقى في تويست اوف ايميديك في اورجن عندنا متحرك فيجي يعمل حركه فجائيه فالبيدك اللي فيها الارتري تروح مقفوله. لو مسكت خرطوم لفيت يحصل ايه اليومي؟ يلف بشكل كامل ومفرد. اشهر حاجه او فيريان سيستم ستاك او تيستس في الرجال. زيد بن شعبوله كان بيلعب اسمها ايه دي؟ النبض الجري مع النبض الحوادث جو يبقى حر تيست جلدله لف. طبعا لما تلف تعمل اكيد سكيم دايما مش هنصل لهم تجيب تيستس وبعدين تجيب تيست تاني. التيستس ده باظت وعلى بدلهم يوم. ايه كمان؟ دلوقتي هو حاطط مدرس عربي سيرجيكال ليجن شرف عربي. لو جرح بالغلط بياخد غرزه عمياني يروح قافل الارض دخل اسكيمي. ايه كمان؟ سيفير ارتيريال سبازم. كنا بنستخدم زمان ماده اسمها الاربت او الاوبترين عشان نعمل بيه نمنع بيه الست تنزل بعد الولاده. بس دلوقتي ما بقاش مستخدم لان لو نقطه واحده طلعت بره الفين كان فيه ارض هيروح قافل سبازم ساعتها مش حل غير نقطه دراع. ايه كمان؟ لو في سيفير بيس اوبستراكشن ده بيحصل بسبب ماركت يعني المشكله مش في ارض في اورجان في جسمها ده سجل ليها درين لو عملت منهم بوز دم الناس اتحوش لان دم الارتيريال يخش عارف يخش فيحصل اكيد سكيل لو دي بيسموها فينس انفكشن. الايفكت هيعتمد بسهوله جدا لو قلت الكلمه دي انا سكيل لو في بول كولاترال لو في بول كولاترال لو في بول كولاترال فهي اكيوت هيحصل انفكشن ممكن بعد كده يحصل كانجرين. الكوزس اوف اكيوت اسكيميا بتجري الايفكت مش بلاش الكرونيك اسكيميا. اشهر حاجه تعمل كرونيك اسكيميا الاتروسكليروس لان عمر ما التقسيم الدورمنت في الشرايين هيحصل بشكل كامل وفاكر ياخد سنين بلس الاندرايتس اوف ترانس في حالات كرونيك انفلاميشن بالذات سيفلس. لو في كومبريشن من بره تيومر هي في الارضي بالتدريج على الايفكت. لو في بول كولاترال اكيد نوع. طب لو في بول كولاترال هيبدا يحصل سكيميك اتروفي فايبروزس يبقى باك شيت ان احنا بنشتغل على البوكس بتعمل باك شيت يبقى سكيميك اتروفي اد فايبروزس يبقى باك شيت مين فاكشن. ده اللي في بعد كده عندنا على الفاكشن انت درست؟ اكيد ماشي درست وكمل معاك.